السلام عليكم خالصين، إن شاء الله تكونوا بصحة وألف هنا. الكثير منكم طلب مني الإعدادات والحساسية في لايفاتي على لعبة بوبجي ستيم. إذن اليوم الفيديو إن شاء الله سوف تكون على الإعدادات، الماوس، الباد وكل الأشياء المتعلقة على بوبجي بالنسبة إلي. بعدما تم اختياري كابتن من كاباتر ممثل بوبجي ستيم لمينا، راح يكون ان شاء الله بداية من الشهر المقبل الكثير من الرومات والفعاليات والمسابقات وجوائز ثمينة لكم اذا تابعونا بقوة على قناتنا في تويتش. اول الاشياء نبتدئ بالماوس تبعنا. الماوس تبعي هي لوجيتاك 502 جي هير، الغاني عن التعريف لوجيتاك المعروفة والكثير من البيكستريمر يستعملوها. أما بالنسبة للماوس باد أستعمل كونيكس علشان الحجم تبعه كبير ب90 حتى 33 في العرض، يعني يساعدني في الحجم، ولكن فيه باد أحسن وأحسن يمكنكم اختياره. الآن نذهب إلى برنامج مهم لهذه اللوجيتك، وهذا البرنامج اسمه الجي هوب، موجود مجانا ويمكنكم استعماله على كل مقتنياتكم من اللوجيتك. ندخل على الجي 502 هيرو، مثل ما نجد هنا الدي بي اي. انا عندي الدي بي اي الذي استعمله في الباتجراوند هو 1350 دي بي اي، اما بالنسبة لتي دي تي دي ار استعمل 1000، يعني كل ما كان عندك الماكسيموم يمكنكم استعمال الماكسيموم، اما بالنسبة للدي بي اي استعمل 1350. الان شباب نتجه مباشرة نحو اللعبة عشان الاعدادات والحساسية. Let's go. يلا دخلنا اللعبة. على الواجهة سوف تجدون السيتنج تبعكم، تدخلون إلى السيتنج. نبدأ في البيسيك والجرافيك خاصة. نبدأ هنا اعملوا ديزيبل عشان ما يكون عندكم بعض فريزات من الانفيديا إذا كان في خلل. Of course. يلا نذهب إلى الإعدادات، تعملوا الريزولوشن تبع الشاشة تبعكم، ثم في اللوبي الـ FPS تحتاج 60 فقط. يلا أما داخل اللعبة أنا أستعمل 100. أوكي البرايندلس 100 تحتاجونها خاصة عندما يكون ضباب كثيف في اللعبة، راح يساعد بعض الشيء. روحوا الأدفانسد. بالنسبة للأدفانسد الرندل سكار والاف بي بي كاميرا فوف فهم على الماكسيمم 120 و103. أما بالنسبة الإعدادات الأخرى فنجد الأنتي أليازينج، البوست بروسيسينج والتكستير كلهم على الهاي. أما بالنسبة كل من الشادو الإيفكت الفول فأستعملهم على الفيري لو لا حاجة لهم. أما بالنسبة الفيو ديستنس فيمكنكم الاختيار بين ميديوم أو الهاي أو حتى الالترا. يلا أما بالنسبة للشاربن فأنا أستعملها في الأون. أوكي والفيرتيكال سينكرونيزيشن مع الموشن بلور فلا حاجة لهم. أما بالنسبة للدايركت إكس فأنا أستعمل الفيرشن 11 for now، maybe مع الوقت نستعمل 12. اتوجه الان الى السنسيبيليتي. يلا في الكنترول مثل ما تشاهدون يمكنكم عمل سكرين عشان تشوفوا الكنترول تبعي. نجد الجنرال سنسيبيليتي 42، كلهم 42 الا الفيرتيكال هنا 1.1. اوكي راح الان ناخذكم الى التريننج، تجدونه هنا ثم تعمل بلاي، ندخلوا للترينين تجذر عشان نعطيكم أحسن المعدات اللي تعملوها في الأسلحة تبعكم اللي أنا أستعملها ويمكنكم تعديلوها بنفسكم. Let's go. الآن علامة الاستفهام، ندخل هنا نأخذ يلا أنفور سلاح سهل. يلا بعد الأنفور نأخذ الباك باك وبعض من الأمو الفايف. يلا بعد ما أخذنا الفايف ميليمتر نذهب إلى الأتاشمنت وهنا تابعونا جيدا. الفور جريب هو أنا
الذي أنصحكم به بشدة هو thumb grip ثم بعده half grip، هذا هما الأحسن. أوكي يلا نأخذ الثرومبل الماجازين بالتأكيد كويس سكوب، يلا بعدها المازل. المازل أنا هناك الكومبوسيتر الجديد ولكن أستعمل خاصة هناك الكومبوسيتر القديم عذرا ولكن أنا أستعمل خاصة الجديد فهو جيد جدا. أما بالنسبة للستوك فأنا أستعمل أحيانا في بعض الأسلحة مثل الأيس أستعمل تاكتيكال ستوك وأحيانا أستعمل الهيفي ستوك. أوكي let's go. عندنا الأسلحة تبعنا let's go. يلا نأخذ سكوب معنا خفيف الرد يلا مثل ما حتشاهدوا الآن look. يعني البولتس حتى الآن متحكمة مع بعضها البعض تقريبا مثل ما شاهدتم البولت متحكمة مع بعضها مع بعضها البعض يعني شيء كويس. يمكنكم أيضا اختيار الهيفي ستوك maybe تجدون فيه أحسن مثل ما تشاهدون. وكنصيحة أخيرة شباب ادخلوا على تريني مود اعملوا السوسيبيليتي أو الكنترول تبعكم عشان ما كل أحد يعني عنده الكنترول تبعه وعنده الماوس تبعه والباد تبعه كلهم اختلافات كثيرة وفيه بعض وجه التشابه. أوكي هذه هي النصيحة الأخيرة، نترككم في رعاية الله وحفظه، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتابعونا على قناتنا في تويتش، تابعونا كل يوم كل يوم لايفات من 5 إلى 10 ليلا في الكثير من الألعاب الإكسكلوزيف والكثير من الباب جي والرومات وإلى آخره. ليتس جو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.